اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل العاصمة الرياض يوم الجمعة. تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. يتوقع أن تبدأ المملكة تدريجياً تتأثر بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي مع اندفاع لكتلة هوائية باردة جديدة نحو المنطقة الشمالية بالتزامن مع وجود لكتلة هوائية رطبة ودافئة في المناطق الجنوبية. حالة عدم الاستقرار هذه ستشمل عموم المنطقة الوسطى الشرقية وأيضا أجزاء من المنطقة الغربية وأيضا سواحل وسط البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. تفاصيل أكثر نستعرضه بهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تتأثر المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية بكتلة هوائية باردة قادمة من بلاد الشام تبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الجمعة بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر ليتمركز إلى الشمال الشرقي من المملكة العربية السعودية بالتزامن مع وجود لهذه الكتلة الهوائية الدافئة والرطبة وعبور لهذه الجبهة الهوائية الباردة النشطة التي استعملها لحدوث أحوال جوية غير مستقرة ممتدة من السواحل الوسطى من البحر الأحمر وصولا حتى السواحل الشمالية الشرقية من الخليج العربي مرورا بمدينة جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة وأيضا أجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض وأيضا منطقة القصيم، حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الشرقية. تأثيرات حالة عدم الاستقرار هذه ستصل إلى العاصمة الرياض اعتبارا من ساعات مساء يوم غد الجمعة على شكل زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة في بعض الأحيان. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل أكثر حول الأمطار بهذه الخرائط المتوقعة، خرائط الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت بإذن الله. يوم الخميس تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار أو أحوال جوية غير مستقرة بشكل خفيف في وسط البحر الأحمر، لكن مع وصول هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو الشمال المملكة العربية السعودية وبدء عبور جبهة هوائية باردة الأجزاء الوسطى من الجزيرة العربية ستنشأ غيوم ركامية رعدية في وسط البحر الأحمر وأيضا المناطق الوسطى من المملكة العربية السعودية ووصولا حتى المناطق الشمالية الشرقية. يوم الجمعة بإذن الله تكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار على عموم السواحل الوسطى من البحر الأحمر تحديدا ينبع ورابغ، قد تمتد لاحقا خلال ساعات ليل الجمعة على السبت نحو مدينة جدة بالتزامن مع طول زخات من الأمطار على المدينة المنورة أيضا القصيم شمال الرياض وأيضا الشمال المنطقة الشرقية وأجزاء من حفر الباطن، لكن خلال ساعات نهار يوم الجمعة وأيضا مساء يوم الجمعة تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة جنوبا أكثر نحو العاصمة الرياض هذه المرة لتبدأ تأثيراتها على شكل زخات رعدية من الأمطار اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة وتستمر فرص هطول زخات الأمطار حتى يوم الأحد. أثناء فترة تأثير هذه الجبهة الهوائية الباردة على العاصمة الرياض تكون أيضا الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من الأمطار هذه المرة في مدينة جدة خلال ساعات مساء والليل الجمعة على السبت. تستقر الأجواء في المنطقة الشمالية لكن تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وملموس ويتشكل الصقيع خاصة خلال ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة بشكل عام، تتفرق بعض الغيوم 16 درجة مئوية كحرارة دنيا المحسوسة 15، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، أحوال جوية غير مستقرة بشكل عام، فرصة لزخات من الأمطار في أكثر من مناسبة يوم الجمعة 29-16، يوم السبت زخات من الأمطار 26-13 درجة مئوية، ويوم الأحد تنخفض تسجل 23 درجة مئوية، أما الصغرى 14 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الجمعة، نبدأ من المنطقة الشمالية، تبوك 16-3، سكاكا 17-6، وعرعر 14-6 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار 22-13، جدة 30-21، مكة المكرمة 30-19، والطائف 21-14 درجة مئوية مع زخات من الأمطار. الباحة أيضا زخات من الرعدية من الأمطار 17-10، أبها أجواء مستقرة مع 21-10، وجازان تفرق لبعض الغيوم 30-25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 26-15، حفر الباطن زخات من الأمطار 26-11، والإحساء 28-15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 29-16، بريدة زخات رعدية من الأمطار 25-10،
وحائل عفوا 17 إلى 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.